يا اختي شو انتوا عم تتمسخروا علي هون؟ صار لي من الصبح عم استنى، طعنوا اخي بسكينه وما حدا قال لي شو وضعه. ممكن تهدى شوي؟ اخوك عم بيقطبوا له الجرح. لك تطلعي فيني، والله بهد المشفى فوق روسكن. لو سمحت ممكن تهدى وتروق انت بالمشفى، ما بدنا نزعج المرضى. نحن اولاد الحاره القبض عياد، جيبوا لي اخي بسرعه، والله اذا صار له شيء بذبحكم وبقطعكم تقطيع. اطلبوا الامن بسرعه، لو سمحت نزل هالسكين. شو قلتي نزل السكين؟ انتوا سويتوا شيء لاخي؟ يلا احكوا وينه. نزل هالسكين رجاء. يلا جاوبيني لشوف. اخي طول بالك شوي. وين جماعة الامن؟ مين انت ولك؟ مين مفكر حالك لتتدخل؟ انا بذبحك هون. مين انت؟ يلا قرب لشوف. لك حدا يساوي شيء؟ قرب تصطل. قرب عملك. جرحه بايده. دخيلك يا ربي. انتبهوا. انا بورجيك هلا. بعدوا عني للشرطة. بعدوا عني قبلكم. سكوت. انا راح احاسبكم. خلص. انت عم تنزف، لازم شوف جرحك. شكرا مو مهم. شو هالحكي هاد؟ يمكن لازم تقطيب. تفضل. عود هون. ممكن تشلح الجاكيت والكنزة؟ ما في داعي للمخدر. شكرا. انت شرطي؟ عسكري. جروحك كتيرة بس لسه عايش، بنشكر الله. يا ترى وين بتخدم؟ كاراباير. أنا بإجازة هلا. بلش تقطيب؟ بلشي. ما عم تتوجع؟ توجعت كتير بحياتي، ما عاد حسيت بالوجع. صار لي كم يوم عم شوفك قدام المشفى، شو عم تستنى؟ ولا شيء. خسرت حدا من قرايبينك؟ خطيبتي. وهون ماتت؟ البقية بحياتك. حياتك الباقية. كنت بتحبها كتير؟ بحبها لدرجة اني عم بستناها كل يوم. عن اذنك استناني دقيقة وبرجع لك. يا ربي وين حطيت الضوء؟ نحن معكم بهذا الخبر العاجل أعزائي المشاهدين. مديرية الأمن نشرت على وسائل الإعلام صورة الإرهابي المسؤول الأول عن عملية خطف البنت واسمه كوسي، وفي جائزة 300 ألف للي بيقدر يمسك الإرهابي. الإرهابي اللي فيه بحقه 3 قرارات اعتقال هو واحد من بين أكثر المجرمين المطلوبين بكل العالم. نبهات الشاب اللي كنت عم خيط له الجرح، شفتيه وين راح؟ والله قبل شوي طلع هو وعم يركض، بس ما بعرف لوين. طيب شكرا.